بين الاقتصاد والثقافة، جولة لرئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر والوفد المرافق له، انطلاقا من غرفة التجارة والصناعة وانتهاء بمركز الشيخ جابر الثقافي، بحثا عن توطيد العلاقات بين البلدين. وجدنا من غرفة التجارة يعني حماس واقتراحات عملية توضح انهم عندهم اهتمام كبير بالاستثمار في السودان، وتدين البشارة في السودان، لانه فعلا الاخوة في الكويت يرغبون في الاستثمار في السودان، ونحن من جانبنا اكدنا لهم انه سننظر في كل خطط الاستثمار وقوانين الاستثمار وقواعد الاستثمار والتعامل الاستثماري بين السودان والكويت. اجتماع غرفة التجارة تطرق إلى التكامل وما يحتاجه من تنسيق أملا بفتح منافذ جديدة للتعاون الاقتصادي. تحدثنا عن قانون الاستثمار وأهمية أن هذا القانون يكون يعني ملبي بصورة طيبة لرغبات المستثمرين ويستجيب لمخاوفهم أيضا إذا كان عندهم مخاوف، ولازم هذا القانون يوضح ويقنن بصورة واضحة يعني كيفية التعامل مع المستثمر وحقوقه في أمواله وفيما يكسب من خير إن شاء الله. معلم الكويت الثقافي الحضاري مركز الشيخ جابر كان المحطة الثانية للوفد السوداني، والذي أبدى إعجابه بجواهر الكويت وتحفتها الفنية والثقافية. لتلفزيون المجلس أحمد الشمري.